عندما يموت الميت أين يذهب قبل يوم القيامة؟ يروح فين بقى؟ حياة البرزخ دي أخبارها في إيه؟ عندنا ما يسمى شرعا بعالم البرزخ. برزخ يعني إيه؟ كلمة برزخ معناها وسط بين شيئين، فالبرزخ يعني عالم متوسط بين الدنيا وبين الآخرة، مرحلة وسطى بين الدنيا وبين الآخرة، لا هي الدنيا التي عشناها وليست الآخرة التي سنصل إليها، إنما مرحلة وسط. هذه المرحلة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. دي مرحلة تمهيدية للحساب الأكبر، يعني الإنسان بيستشعر مصيره الذي ينتظره في الآخرة. ده بقى اللي هو ده عذاب القبر أو ضمة القبر. نعم، أو نعيم القبر. أو نعيم القبر، زي يعني اسمح لي أديك مثل يعني تشبيه يعني يقرب القضية. لو واحد رايح يستقبله رئيس الجمهورية وراح له، قبل أن يصل رئيس الجمهورية بيخش كده في أماكن فخمة ويستقبل استقبال حسن، اعتبر هذا هو نعيم القبر. واحد رايح يحاكم فيوضع في التخشيبة وينضرب لغاية ما يروح المحكمة، أيوة، اعتبر هذا عذاب القبر. مقدمات. نعم. طب هل الأرواح تتلاقى فيما بينها قبل يوم القيامة؟ التلاقي ليس بإرادتها، وليس كما نتصور نحن في عالمنا المادي أروح أزور فلان وأروح أزور علان. هذا نوع من الثواب يمنحه الله لعباده المؤمنين في الجنة وفي البرزخ. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كون الأرواح تتلاقى اللي في النعيم هذا لا حرج فيه شرعا، ويحصل يعني دكتور. أيوة نعم، يعني لكن مش بإرادة شخصية، ليس كما نعهده في الدنيا. نعم. ثواب يمنحه الله يعني دايما. يعني دكتور مصري، عفوا انا قطعت كلامك، يعني دايما يقال ايه، ان المتوفى يعني لما بيموت بيروح دايما يطمن على اسرته، بيروح دايما اماكن اللي كان بيروح. ما هو يعني دايما بيقول لك روح بتحوم في الدنيا. في الدنيا لا لا لا، ما بيرجعش الدنيا خالص في البرزخ. كلا. طب هل بقى الناس وهي نايمه، البعض كان قال ان الروح بقى بتتلاقى برضو، يعني روح الاحياء بتتلاقى في حياه البرزخ مع ارواح الموتى؟ لا طبعا. لا يا سيدي، يعني عالم البرزخ ده عالم آخر لا يخضع لنواميسنا، والروح لا تعود إلى الدنيا مرة ثانية، وإنما ده الجماعة دول بتوع تحضير الأرواح يدعوا هذا الأمر، ولعبة ويجا اللي بتحصل كل ده كلام كذب وخداع. الأرواح لا تعود إلينا مرة ثانية، ولا يمكن لبشر أن يحضرها. يعني اللي جالي في المنام وتعالي المنام شيء ثاني. لا المنام حاجة ثانية. وزورني في المدام ده إيه؟ المنام شيء ثاني. ده المنام حاجة تانية خالص. لكن كون الأرواح أعمل لها جلسة تحضير وتحضر وأسألها أنت فين النهاردة وفي الجنة ولا في النار وعمل إيه وانت شايف إيه وتصرف إزاي وروح نهر غندي في الجنة ونحر الخرشوف في الجنة. ده كلام عبث وضياع لحقيقة الدين.